بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على برنامج الرينو. برنامج الرينو بيعمل موديل، يعني تقدر ترسم اي شكل انت عايزه، 2D او 3D زي ما انت عايز. زي ما انت شايف الواجهه بتاعته يعني مألوفه. موضوع انها تشغل 4 اشكال، تقدر تختار زي ما انت عايز. تقدر تخلي كله مثلا الواجهه ديت انت تدوس عليها مرتين، تدوس عليها مرتين ترجع تاني. الفكرة دي موجودة برضه في ال 3 دي ماكس، إن أنا أجي هنا أقول له أنا عايز أختار أي فيو أنا عايزه، مثلا عايز أشوف ده مثلا من البوتوم، أو عايز أشوف شيدد، وهتلاقي تقريبا الأوامر بتاعته قريبة جدا من الأوتوكاد، سواء الأوامر ال 2D أو ال 3D، بس هنا يمكن أكتر. هنلاقي هنا تقدر تكتب أي أمر أنت عايزه، يعني مثلا عايز ترسم مثلا بوكس، تقول له بوكس. بيبدأ يديني الأمر اللي أنا عايزها، أبدأ أختار مثلا أنا عايز بوكس. طيب هنا بيقول لي أنت المفروض ترسم إيه، تعمل إيه وترسم بأي طريقة. يعني بيقول لي حدد أول كورنر، فيرست كورنر. لو أنت مش عايز فيرست كورنر، عايز تحدد حاجة تانية تختارها. فممكن ممكن تقول له أنا عايز أحدد بسنتر، فأنا هقول له أول كورنر تاني كورنر، وبعد كده هبدأ أطلع زي ما أنت شايف هنا الزد بتاعي سيت فيو. ممكن أقول له أنا عايز برسبكتيف بالشكل دوت، وعايز اخليه مثلا ريندر. انا قلت له سيف كانسل. تمام، بتلاقي هنا الاوامر اللي انت هتستخدمها ستاندرد، زي ان انت مثلا عايز ملف جديد، عايز ملف اوبن، عايز تسيب كوبي كات، ان انت تلف بربربه. بعد كده السي بلانت تقدر تقول له انا عايز احط سي بلانت الفيشن ديسبلاي، عايز تشوفه بأنهي شكل. تمام، السيلكت. طبعا كل الحاجات دي فيها تفاصيل، احنا بس بنبص بصة سريعة على البرنامج، بنحاول بس نتألف معاه. تلاقي سهل جدا، مفيهوش أي مشاكل خالص. F2 بيجيب لي كوماند هيستوري زي الأوتوكاد، أبدأ أشوف إيه الأوامر، آخر أوامر أنا استخدمتها. تمام، وممكن تسيف الأوامر ديت، تقول له سيف اس او كوبي تنسخها. لو انت مثلا عايز تنسخ حاجة مثلا هتشرحها لحد او تبعتها له، تقول له تستخدم أوامر ايه. ودي الخصائص، اي عنصر بتعمله سيلكت بتيجي الخصائص بتاعته هنا، تقدر تغير اللير بتاعته لان هو فيه ليرات. زي ما انت شايف الموضوع، لو حد كان شغال على اوتوكاد هيلاقي الموضوع سهل ومفيش مشكلة خالص. تمام، ممكن اقول له تولز اوبشن واغير اللغه، اغير الشكل بتاعها، او مثلا عايز اي لغه تانية لو في لغه متضافه، الفونت اللي انا شغال عليه. تقدر بقى تظبط الجريد، مثلا عايز تظبط الحجم بتاعه. برنامج فعلا لو واحد شغال على الاوتوكاد مش هيلاقي اي مشاكل خالص. انا ممكن مثلا تقول له انا عايز ارسم مثلا بول لاين. طبعا بول لاين بيبقى خط بس متواصل، مش زي اللاين بيبقى خط ويقف ويدوس خط تاني، لا ده بيكمل معاك زي ما انت عايز. وبيديك هنا اختيارات، عايز شغل باني مود كده، انا شغال ارك اهوت. تمام، يعني ممكن اقول له بول لاين وابدا ارسم، واقول له انا عايز ارسم ارك. طب عايز ارسم لاين، اقول له هنا خليها اللاين. تمام، بس هو في امكانيات اكتر، السيرفيس تول فيها اختيارات اكتر، السوليد تول، المش تولز، الريندر. فهو برنامج يعني نقدر نقول ان هو زي 3 دي ماكس، بس الاوامر بتاعته متالفه اكتر وقريبه من الاوتوكاد. ان شاء الله نبدا نتكلم عنه بالتفصيل في محاضرات جايه ان شاء الله.